شرف ليا ان حضرتك الكلام ده، ويعني انت من احسن الناس انا اتعاملت معاها في حياتي بصراحه حبيبي يا بجد. بومبو، حبيبي والله. ربنا يخليك على الكلام الكبير اللي انت حضرتك لا بتقوله ده. انت لعيب جامد وشخصيه رائعه وانا بحبك جدا انت عارف، حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، وعندي شرف ليا والله، ده يعني شرف ليا اقتناع بيك كبير جدا، وانت فعلا لعيب جامد، بس انا عارف انت دماغك لما بتكون رايقة. رايقه بتطلع اعلى حاجه، لما تكون مزرجن الدنيا بتقف. طبعا بحييك وكل حبيبي سنه يا وانت كابتن، طيب، أنت طيب بهنيك حبيبي. على الفتره الرائعه اللي قضيتها مع نادي البنك الاهلي، كنت يعني انت الهداف التاريخي لنادي البنك الاهلي، وقضيت 4 مواسم مميزين جدا، وكان ممكن كمان تعمل اكتر من كده في بعض الفترات، كانت الامور ما كانتش ماشيه بشكل كويس، لكن اتمنى لك كمان التوفيق في الخطوه القادمه مع نادي كبير زي النادي المصري يا رب يا رب. بجماهيره بقى، يعني انا شايف على الفيسبوك والفيديوهات على النت الجمهور فرحان بيك جدا في بورسعيد، وبعدين انت رحت كمان لحبيبك كابتن علي ماهر بقى اللي اكتشفك وانت ده صغير، ابويا ابويا. صح؟ قول هو لي بقى، قول هو لي على الخطوه دي، وتقول ايه برضو لنادي البنك الاهلي اللي انت قعدت فيه 4 مواسم، وزي بص، ما قلنا انت الهداف التاريخي لنادي البنك الاهلي. اول حاجه هتكلم على البنك، يعني قضيت فيهم من 3 سنين ونص بصراحه، يعني الواحد مبسوط ان هو قضاهم معاهم، وزعلان طبعا ان انا سايبهم، بس هي ظروف، ظروف ما ونصيب، مش دايما بتبقى في المكان على طول يعني. ايوه بشكر اللي هو اشرف نصار، بشكر استاذ محمد عبد المنعم، بشكرك برضو عشان انت كنت موجود معايا وساعدتني كتير جدا في حاجات كتير جدا بصراحه. بشكر كل المدربين، مش عايز انسى حد، فكل المدربين اللي بتكون هناك كلهم ليهم الاحترام، من اول كابتن احمد يوسف اللي جابني، كابتن خالد جلال، كابتن حلمي طولان، كابتن بابا فيسيليو مدرب كبير، فبشكرهم كلهم بصراحه يعني. بس فأنا قضيت 3 سنين ونص هناك، اتشرفت ان انا لعبت مع اللعيبه اللي هناك، اللعيبه كلها محترمه جدا. يعني الحمد لله الواحد مشي بسلام، ان مفيش مشكله مع حد، بالعكس ماشي باحترام، الناس كلها بتكلمني بعد ما مشيت زعلانين، فالحمد لله من اصغر واحد لاكبر واحد، انا الحمد لله يعني علاقتي كويسه بيه. وأديت واجب على قد ما اقدر يعني، الحمد لله حوالي جايب حوالي 50 جول 3 سنين ونص، فدي الحمد لله بقى كده عملت اللي عليا، يعني عملت اللي عليا بزياده الحمد لله، راضي عن نفسي يعني، راضي عن نفسي جدا. ايوه فبشكرهم، بشكرهم جدا، بشكر اللي هو اشرف، بشكر استاذ محمد عبد المنعم، بشكر مدى هاشم، كله اي حد يعني، كل المنظومه كلها كامله بشكرها. اتشرفت بيهم، واكتر واحد والله بجد مش عشان انت معايا، بشكرك انت شخصيا يعني حبيبي يا بومبو، بجد والله، تعبت معايا جدا، ساعدتني في حاجات كتير جدا. من بعد ما انت مشيت بقى خلاص الدنيا اتدمرت لا معايا لا لا شويه. بالعكس الدنيا زي الفل ان شاء الله لا دايما. والله، بس فهي يعني بصراحة يعني الحمد لله أنا مبسوط يعني اللي أنا عملته في البنك. ايوه ماليش نصيب إن أنا أكمل. انتقل بقى للنادي المصري، النادي المصري نادي كبير، جماهير كبيرة، جماهير عظيمة عندهم طبعًا. فرحان بردود الفعل، حاسس الناس شرياني، يعني دي أنا كنت مفتقدها في فترة. الناس شرياني، الناس مقدراني، الناس عايزاني بمعنى أصح، فأنت أنا رحت المكان اللي الناس شرياني فيه. يعني دايما لما تكون موجود في مكان انت الناس شارياك فتبقى كويس. وكمان زي ما حضرتك قلت كابتن علي ماهر، انا اعتبر والدي في الكوره يعني، فهو اللي كان جايبني اساسا وانا صغير خالص، جابني الاهلي، اول كلمه فاكر قالها لي قال هتلعب درجه ممتاز، ايوه هتلعب، انا جايبك مش جايبك تلعب ناشئين، انا جايبك تلعب درجه اولى، وفعلا ده حصل يعني، جيت لعبت درجه اولى على طول يعني، لعبت شويه شويه في ناشئين فعلا، بس بقيت على طول موجود في الدرجه الاولى لغايه ما حصل الاصابه. ف بقالي كذا جالك رباط صليبي في الاهلي. في الاهلي، انا بقالي كذا فتره على طول متواصل معاه اساسا، ايوه فكل فتره يحصل ظروف ان انا اكون هروح معاه ما يحصلش، اروح العب معاه ما يحصلش، فمبسوط جدا ان انا موجود معاه، استفاد منه. انت زي ما انت عارف كابتن علي ما لا شاء كابتن الله، علي مدرب كبير ما وما شاء شاء الله الله عليه يعني، ما شاء الله، بقاله ارقامه كذا سنه، السنين اللي ارقام فاتت بالظبط، هايله هايله. مفيش فرقه بيمسكها الا بيلعب كونفدراليه يعني، مصري اول ما راح لعب كونفدراليه، مسك سموحه وراح، كان مشي هو والثالث، راح بالاسيوطي كان لسه طالع صاعد، ولعب نص نهائي كاس، خرج الاهلي ساعتها في المصري سنتين، اول السنه اللي فاتت الكونفدراليه فيوتشر، اول يعني اول ما خرج راح مطلعه، فهو مدرب كبير وعايز يكسب على طول يعني، خلي بالك كابتن علي ماهر كمان امبارح تم اختياره في احسن استفتاء مدرب، احسن احسن مدرب، مدرب احسن مدرب في مصر الموسم الحالي. يستاهل، يستاهل والله، والله يستاهل، عشان هو مكان عمل دلوقتي عمل لا هو عمل شغل كويس مع النادي المصري جدا، وعمل جدا كرة هو حلوة منظم، جدا. حتى احنا لما بنيجي نلعب يعني نلعب اي فريق كابتن علي، انت بتلاعب فرقه محترمه، فرقه منظمه، فرقه ايوه عارفه تتحرك ازاي، فهو يعني المدربين اللي هيطورك
يعني انت عايز حد برضو يزود ارقامك في التهديف، يزود ارقامك، تروح منتخب مصر، تعمل حاجه لنفسك. فهو يعني كذا حاجه اختيار بصراحه، يعني من اسباب الاختيار برضو للمصري جماهيره. وطبعا كابتن علي، يعني كابتن علي بتفرق معايا، هو قريب مني زمان جدا يعني. فاتمنى يا رب ان انا اعمل حاجه للنادي المصري. زي ما حضرتك بتقول الناس متفائله بيا، فده بيزود الضغط عليا. فان شاء الله، طبعا انا بحب الضغط يعني، بحب مش من النوع اللي بخاف يعني وكده. فان شاء الله بقى تحدي ان اكثر ارقام السنه دي، اخد هداف الدوري، اخد بطوله مع المصري يا رب. يعني احنا السنه دي ان شاء الله باذن ربنا كده ناخد بطوله مش صعبه. شايف زملائك يعني قدامنا في الصوره اهو، لعيبه زملائك استقبلوك في اول تمرين ليك بشكل رائع جدا. انا قعدت بس اول يوم ما شاء الله، يعني اللعيبه كلها محترمه، اللعيبه كلها بتحترم بعض. قلت اللبس حلوه جدا يعني، ما فيش فيها النجم ولا لا، بالعكس قلت اللبس لعيبه محترمه جدا جدا جدا. بشكر حسن علي، كنت عايز منه رقم 10، هو كابتن الفريق. ايوه. فادهوني، بشكره من خلالك برضه يعني، فاهم يعني. دي اول حاجه حلوه والله، لفته حلوه من حسن علي. بالظبط يعني، دي اول حاجه انا يعني لسه ما رحتش النادي، طلبتها منه، فلقيته بيقول لي ما فيش مشكله يعني. بص، حاجه بسيطه جدا بس فرقت معايا انا شخصيا. ايوه. دي تبين لك ان اوضه اللبس ان هي قد ايه لعيبه محترمه، لعيبه كويسه. يا رب استفاد منهم، ابقى اضافه ليهم ويبقوا اضافه ليا. فان شاء الله رب احقق حاجه يعني باذن الله. طيب قول لي يا كريم، يعني انا شايف ان انت طموحاتك كبيره ان شاء الله مع النادي المصري، وان شاء الله تحققها باذن الله، ومتحمس للتجربه مع النادي المصري، نادي كبير ونادي جماهيري. لكن هرجع شويه، والفتره اللي انت قضيتها في نادي البنك الاهلي، يعني افتكر كده افضل فتره كانت لكريم بامبو. افضل فتره في 3 سنين ونص او 3 مواسم ونص مع الكابتن خالد جلال. اول انا كابتن حماد هو اللي جايبني. ما لعبتش كتير، فبعد كده حصل اللي هو ان هو مش يعني قدم، يعني هو اللي مش رحل. كابتن محمد على البنك، وبعدين جه كابتن خالد جلال. فكابتن خالد جلال لما جه فترتي معاه كويسه، حلوه جدا بصراحه، مدرب محترم، شخصيه محترمه جدا. وبابا فاسيليو برضو بصراحه الفتره بتاعته لما جه كنا بنهبط، فانا استفدت من الراجل ده يعني. الراجل ده استفدت منه. بابا فاسيليو ماسك الاتحاد السكندري ده، يعني هتفرج على الاتحاد هيبقى عامل ازاي، هيحول الاتحاد يعني. هو شخصيه محترمه جدا، شخصيه كويسه جدا. مدرب يعاملك نفسيا كويس جدا. بس يعني الفتره اللي جيت فيها برضه كنت كويس جدا، بس فتره كابتن خالد بصراحه كانت اكتر يعني تهديفيا، احسن فتره تهديفيه البامب، وكان مستواك افضل مع كابتن خالد. انا فاكر في ماتش مع المقصه حطيت 4 اجوان، 4 اهداف انا فاكر، في الموسم الاول. بالظبط، ما هو الموسم الاول على ما اظن. ايوه، كان الموسم الاول. جبت حوالي 12 جون نص موسم. بالظبط. يعني رحت لهم في نص، في شهر واحد جبت 12 جون في موسم. كنت انا وانت رايحين مع بعض. انت كنت قبلها شويه. كنت قبلك مثلا ما فيش شهرين ولا حاجه. بعد كده حضرتك جيت، كنت انا ساعتها زايد في الوزن، فاكر القصه. ايوه. فجيت قلت لي انت، وكنت ساعتها رميت الكوره. خلي بالك انا بحبك من قبل ما اشوفك في البنك الاهلي، يعني انا كنت متابعك في الانديه، بحب طريقه لعبك، فكنت مقتنع بيك، وكنت مقتنع ان انت عندك اكتر من كده بكتير. قلت لي الكلام ده، قلت لي انت زايد بتاع نفسك شويه. انا فاكر الكلام والله العظيم. ايوه. يعني كنت كل شويه اتصاب، قلت لي اهتم مش عارف ايه، فدوست علي حضرتك، دوست عليا، فاكر انا الكلام ده، دوست عليا وزود نفسك مش عارف ايه. فبقيت اخد مثلا 10 دقائق ربع ساعه، بقى ربنا يكرمني مع كابتن خالد جلال برضه بصراحه ساعدني. أيوة. بس انا فاكر كلامك، دوس على نفسك، هساعدك، انت لعيب كويس، هتفيدنا لو فقت هتقعدنا. وفعلا حضرتك الكلام اللي انت قلته حصل يعني، انا فاكر. أيوة. الكلام. ايوه. 12 الماتش ساعتها 12 جول فاكر. فالحمد لله يعني فتره كويسه يعني مع كابتن خالد جلال فعلا، وبابا فاسيليو. يعني مش عايز انسى حد، مش عايز اكيد فاكر. اكيد ربنا مش عايز حد يعني بصراحه. ربنا يوفقك ان شاء الله، وبقى خط هجوم النادي المصري خط هجوم حديدي. لعيبه محمد الشامي وصلاح محسن وميدو جابر وحسين فيصل وكريم وفخر الدين بن يوسف وسمير فكري. لا يعني خالد الغندور جديد. ودغموم عندكم، دغموم كمان في نص الملعب. يعني كابتن علي جمع مجموعه من اللعيبه، هتبقوا تيم جامد جدا السنه الجايه. فرقتين. فهو لا هو كابتن علي بيعرف يختار يعني، هو يعني كل سنه ما بيجيبش لعيبه كتير قوي. طيب في الاخر كده تقول ايه لجمهور النادي المصري يا كريم؟ اتمنى ان انا كنت حسن ظنهم، اتمنى ان اجيب لهم بطوله، مش انا بس، اللعيبه كلها بالجهاز، بالاداره، بمستر كامل ابو علي طبعا، بالدكتور. فاتمنى ان شاء الله ان انا، دكتور موسى طبعا، اتمنى ان احنا نجيب بطوله
يعني اتمنى ان نعمل لهم بطوله السنه دي تبقى فارقه معانا، يعني تتكتب في التاريخ بتاعنا احنا جبنا بطوله للنادي المصري. واحنا قادرين اللعيبه، يعني انا شايف الكواليتي بتاع اللعيبه بالكواليتي، الكابتن علي ماهر بالاداره، كل يعني كل حاجه بروفيشنال، فسهل انت تاخد بطوله ان شاء الله يعني باذن الله. بالتوفيق يا كريم، وسعيد جدا بالمداخله دي، وربنا يوفقك ان شاء الله وتكسر الدنيا في النادي المصري زي ما كسرت الدنيا في نادي البنك الاهلي ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، حبيبي حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كريم، وسلم لي على نوح بقى ونور. حبيبي حبيبي يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. ماشي حبيبي. نشكر كابتن كريم بامبو طبعا، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله مع النادي المصري، عنده نوح ونور ابنه وبنته جمال جدا جدا.